السلام عليكم. صافرات الإنذار لا تتوقف في جميع أنحاء شمال إسرائيل بعد تعرضها لأكثر من 100 صاروخ. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار في الجليل شمال فلسطين المحتلة لا تتوقف عن الدوي، وسط أنباء عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطربية والطبرية ومحيطها. وقالت صحيفة العوت حرانوت إن صافرات الإنذار دوت في بريا، صفد، كاديتا والعديد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، وأفادت بأنه جرى حوالي 100 عملية إطلاق من جنوب لبنان على منطقة صفد وطبرية، وأبلغ السكان أن العدد من عمليات الاعتراض والسقوط في المناطق المحتلة بعد إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء الجليل. قالت نجمة داوود الحمراء إنه حتى هذه اللحظة لم ترد أي اتصالات حول سقوط ضحايا. وأشار رئيس بلدية طبرية يوسي نيفيا إلى صافرات الإنذار التي تم تفعيلها في المدينة قائلا: نحن مستعدون ومستعدون تماما. وأضاف أنه شعور صعب للغاية، هذه هي المرة الأولى التي يدوي فيها إنذار في طبرية في الأشهر الأخيرة، لقد كانت هناك اعتراضات. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: بعد إطلاق صافرات إنذار في شمال إسرائيل تم رصد حوالي 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، وتم اعتراض عدد منها، فيما سقط عدد آخر في عدة مواقع شمال فلسطين المحتلة، ونتيجة لذلك اندلعت حرائق في عدد من المناطق. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.